واحد بيقول قداستكم قلتم في محاضرة سابقة ان البكر يأتي من نسله السيد المسيح عن الاباء قديما، وداود النبي لم يكن البكر وباء من نسله السيد المسيح. وكذلك سليمان ابنه لم يكن البكر. لا، ده احنا بنقول على البكر في عهد الاباء البطاركة الاول، يعني في عهد ابراهيم واسحاق ويعقوب كان البكر في ذلك الحين يجي منه الكهنوت ويجي منه المسيح. لكن طبعا الكهنوت اتغير، ما بقاش في الافكار، بدليل ان الكهنوت جاي من سبط لاوي من بني هارون، وسبط لاوي ما كانش البكر. كذلك المسيح جاي من سبط يهوذا، ويهوذا ما كانش البكر. ففي الاول يعني في عهد الاباء البطاركة ده النظام الذي كان موجودا في ذلك الحين، لكن ما استمرش على طول، مجرد في ايام البطاركة. وانا قلت لكم دي بالنسبة لعيسو لما طلب التوبة بدموع ولم تعطى له.